إن الله عز وجل قد يقبل من العبد نصف عمل لكن لا يقبل منه نصف نية. نعم. النية يجب أن تذهب بكليتها إلى الله، أما العمل إن لم يستطع الإنسان يصلي قائما فقاعدا فعلى جنب، يعني حسب الاستطاعة. صحيح. فهنا جاءت الأعذار، لكن في النية في أن يكون القصد الله، الدار الآخرة، نفع المسلمين، رضا الوالدين، هذه نيات كثيرة ولعله تأتي في ثنايا الحديث. نعم. وفي أيضا حديث مهم، يعني إذا سمعناه ستجد أن النية خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. نعم. رجل عنده مال كثير فهو يتصدق به وينفق و يعني ما يجعل شيء حق لله إلا أتى وأنفق فيه، فهو في أعلى المنازل. الله أكبر. في الحديث ثم قال ورجل ليس عنده مال لكنه يقول لو أن عندي مال لفعلت مثل ما يفعل فلان الذي يتصدق في الحق. جميل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. سبحان الله. ذاك بماله وهذا بنيته. بنيته. نعم. وفي الجهة المقابلة رجل عنده مال كثير لا يجعل مجال للشر ولا للفساد إلا تصدق فيه، إلا أتى، إلا بذل فيه. قال فهو في أخبث المنازل. ورجل ليس عنده مال لكنه يقول لو أن عندي مال لفعلت مثل ما يفعل فلان ذلك الشرير الذي يتصدق في الشر. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. الله المستعان. ما هو الرابط؟ النية. ولذا هذا فضل من الله عز وجل، يجعل الإنسان الحياة طيبة، وبالنية الطيبة يجعل حياته طيبة، يجعل أعماله طيبة، يجعل يأتيه حب الناس. الله. ويأتيه الفضل من الله عز وجل من حيث لا يشعر. صدق. وأنت عسل مصدق.